طيب أنا عايزة أسأل سؤال مهم جدا يا دكتور، وهو أكيد بيجي في ذهن كل الناس اللي بدأت تبقى واعية شوية بالصحة النفسية، إمتى الشخص يروح للطبيب النفسي أو الاستشاري النفسي؟ يعني شوفي حضرتك، لازم تكون دوت مقرون بنظرة يعني واعية لزيارة الدكتور النفسي. الواحد أو يعني ناس كتير بتفكر في الطبيب النفسي بطريقة مختلفة عن طريقة مثلا التفكير في دكتور سنان. طبعا أنا ما يعني لو أنا شكيت في حاجة في سناني أنا بروح لدكتور السنان وبعدين يقول لي لا أنت كويس خلاص ما فيش مشكلة. ما فيش مانع أن الإنسان يلجأ مبكرا لطبيب النفسي وياخد منه تطمين أو شهادة براءة يعني من أن في مشكلة نفسية شديدة أو مجرد توجيه نفسي. والمشكلة كمان يا دكتور أن البعض أو الكتير بيعتقد أن فكرة أنه يروح لطبيب نفسي معناه أنه ياخد أدوية اكتئاب، ياخد أدوية تبدأ أن هي تغير له في سلوك حياته، ويعني الفكرة مقتصرة فقط على فكرة الأدوية. طبعا العلاج النفسي أو العلاج النفسي يشمل العلاج النفسي اللي بالكلام ويشمل العلاج النفسي بالأدوية ويشمل علاجات أخرى، كما إن الطبيب النفسي المؤهل يستطيع أن يكتشف أسباب أخرى عضوية لمتاعب نفسية. زي إيه دكتور؟ زي اضطراب في هرمون الغدة الدرقية. سيدة تروح لدكتور نفسي وهي بتشكو من توتر مستديم في حياتها وإنها بتتخانق مع دبان وشها زي ما بيقولوا أو بتتنرفز أو بتاع، وبعدين يقدر الطبيب إن هو يطمئن لأن الأسباب العضوية تقود إلى أعراض نفسية بما في المخ اللي هو العلبة دي اللي شايلة الدماغ. الدماغ دوت فيها المراكز بتاعة العواطف والمشاعر، فإذا حصل لخبطة فيها لأي سبب التهاب لا سمح الله ورم ممكن يبقى فيه أعراض نفسية. فإذا مثلا الدكتور قال لها تحليل بسيط إنك تحليل الغدة الدرقية، في نسبة كبيرة مثلا 30-40% من الناس اللي بيشتكوا من القلق أو اضطراب في النوم أو اضطرابات أخرى يكتشف حاجة زي كده إن الغدة الدرقية إفرازها زايد أو إفرازها ناقص، وحتى ساعتها حتى التوجه بعيد عن الهيبة عن الأدوية النفسية. وبالتالي أي حد مش لازم يستنى لحد ما يوصل لأقصى الدرجات علشان يروح للطبيب النفسي، يروح يطمن حتى. بالضبط كده.